كان مفروض كون هلأ بالجاكوزي وقاعد بالجناح الملكي، واسترخي وأنا قاعد بهالبانيو كمان. المفروض كون عم باكل وجبة بيف ستروغانوف أو ستيك فيليه مع صوص بدل ما آكل هالخبز هون. هالعملية طولت زيادة، قديش رح ناخد وقت لنخلص من 8 جنود؟ هن عم يقاوموا كتير يا أبو الهاشم، وإلا كنا فتنا من زمان. الحكي مو مهم، المهم إنه آخر شي ذخيرتهم رح تخلص وما رح يقدروا يقاوموا أكتر. بدي خلص فيصل، مليت كتير. روحوا خبر الشباب خليهم يقربوا أكتر. حاضر أبو الهاشم. سيدي، هدول رح يخلونا نصمد أطول. يعني يا دوب يكفونا، والمسدسات رح تخلص كمان. خلونا قراب من بعض شباب. حاضر سيدي النقيب. تيمور، هاي هدية. شكرا سيدي. أوكان، قوصت واحد والتاني إلك. تعامل معه. يلا سيدي، لازم نحاول ناخد منهم قد ما منقدر. هدول أذكياء يا تيمور، أذكياء كتير. تركوا الأموات بس أخذوا الأسلحة، بيعرفوا إنه ذخيرتنا رح تخلص. ولاد حرام هدول. وما ضل معي رصاص كمان، ما عاد أعمل شي. خليني انزل لعندهم. شكراً يا شهر. هذا واجبي سيدي. روح خذ سلاحه. كوران كيفه؟ عم يعطوه دم هلأ. الملازم أرجان قال لي إنه رح يكون منيح بعد نقل الدم. إيه ممتاز، خلينا نروح نشوف النقيب. رح نكمل بمواقع قريبة من هلأ ورايح. حاضر سيدي رقيب. سيدي كوران، طمني، انت منيح؟ سيدي موقعي اللي... طول بالك. روق روق كوران، على مهلك، استنى. سيدي رفقاتي محتاجيني هلا. ماشي اهدى، روق شوي. سيدي هن محتاجيننا كثير. ماشي يا ابني، انت اول شيء لازم تطيب لحتى تقدر تساعد رفقاتك، لانه هيك ما فيك تساعد حدا. سيدي انا كثير منيح. كوران لا تخليني اعصب عليك، يلا خلي راسك تحت. اسمعني، هذا امر، ما راح تقوم او تتحرك قبل ما تطيب، فهمان؟ يا شباب خلوا عيونكم عليه. ما تاكلهم. سيادة الملازم، نحن كمان لازم نساعدكم، ما ترفضوا. بترجاك سيدي الملازم، خلينا نساعدكم كمان. شكرا لكم، عن جد شكرا، بس هذا واجبنا نحن. انت درنا بالك على المصاب وهالشي بيكفي. ما تاكلهم، دعولنا. الله يكون بعونكم. والله بكير على روحتك. صح، وضعك مو تمام. لا أنا منيح، وإيدي عم بقدر أحركها.
دمك اللي اعطيتني اياه ساعدني كثير لحتى طيب. شكرا يا دوغان. هذا واجبي. كوران سيدي النقيب، كنت جاي لعندك هلا. سيدي النقيب، كيف اصابتك؟ انا كثير منيح سيدي. شوف خال، نحن لازمنا سلاح ورصاص ومسدسات وكل شيء عندكم. ما عندنا شيء بالبيت والله يا نقيب، بس رح شوف. تمام، بس بترجاك تستعجل شوي. تمام، رح اتأكد. انتبهوا منيح. كوران يلا. عمي، ما عم تتحسن الأمور؟ معك حق يا ابني، رح روح واتفقد البيوت، انت استنى هون. ماشي عمي.